المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم التحدي شهادات بعيون الآخرين. حكم الإخوان! حكم الإخوان! في 3 يوليو عام 2013 كانت بوصلة الأحداث المصرية تتحرك في كافة الاتجاهات. كانت قلوب المصريين كلها تدق بنفس الإيقاع الذي يتأرجح بين الأمل والقلق، وكانت عقولهم تفكر في نفس الاتجاه الحالم بمستقبل جديد للوطن. في تلك اللحظة الفاصلة في تاريخ مصر وفي تمام الساعة 9 كانت مصر على موعد مع لحظة غيرت مجرى التاريخ. تعطيل العمل بالدستور بشكل يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. وسط مشاعر الفرح التي سيطرت على المصريين، كانت هناك الكثير من التساؤلات العالمية حول الرجل الذي اتفقت عليه جموع الشعب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحدي شهادات بعيون الآخرين. في أعقاب ثورة يونيو عام 2013 سعى الكثيرون لمحاولة التعرف بشكل أكبر على الرجل الذي وصفته الصحافة العالمية برجل الأقدار. أنا عايز أقول لكم I want to tell you that the honor of protecting the will of the people is more valuable to us and to me personally than the honor of ruling Egypt. I swear to God on that. Those are words which have a deep resonance on the streets among people who are not calling for the reinstatement of Mohamed Morsi. There is a belief Sisi will bring calm and unite their country. We are with Sisi, heart and soul, and with anyone who will achieve reconciliation for Egypt. We support every helping hand in this. لم تنتظر وسائل الإعلام العالمية والتحليلات الدولية الكثير من الوقت، وبدأت في البحث حول أصول القائد المصري. They are a big family. They are well off and known for their good manners. ولد السيسي بحي الجمالية في 19 من نوفمبر عام 1954 في عائلة اتسمت بالمحافظة والتدين. التحق بالكلية الحربية المصرية، وبعد تخرجه تولى مناصب قيادية مختلفة في القوات المسلحة المصرية. وفي عام 1987 حصل على ماجستير العلوم العسكرية ثم زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003. وفي الخارج حصل الرئيس السيسي على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان البريطانية عام 1992. وفي ظل مشوار عسكري متعدد المحطات حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006. شغل العديد من المناصب قبل أن يستقر في منصب مدير المخابرات العسكرية. وفي 12 من أغسطس عام 2012 شغل منصب القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وخلال تلك الفترة كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن ولاءه الأول والأخير هو لمصر ولشعب مصر. احنا الدم اللي بيجري في عروقنا يا ابني بيحب بلده، بيحب مصر. الدم اللي بيجري في عروقنا دي بيحب مصر وشعب مصر، بس مفيش حاجة تانية. انا بقول لكل الناس وأقسم الله على ذلك، الدم اللي بيجري في عروقنا دي لمصر وأهل مصر بس. عقب ثورة 30 من يونيو عام 2013 التفتت أنظار العالم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في تخليص مصر من قبضة الجماعة الإرهابية. ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية. أرجو إن إحنا كلنا
نحمي مصر. وصف البعض الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك اللحظة بأنه بطل الاستقرار، ليس في مصر فقط بل في العالم العربي. Just what you just mentioned about President el-Sisi, who I think is one of the great champions of stability in that part of the world, and without him I believe that there would be many more people dying. إخواننا في مصر لا نقول أنهم يدافعون عن بلدهم، وإنما يدافعون عن بلداننا كلها. ولذلك قدر الله في مصر رجلا من أبنائها مؤمنا بانتمائه لذاك البلد. وحاول البعض الربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رؤساء مصر السابقين. السيسي est un communicant, un grand communicant, comme l'a été Ramsès II. General Abdel Fattah el-Sisi is now widely regarded as this country's savior for ridding Egypt of a deeply unpopular president. Here on the streets, vendors are doing a brisk business in anything with Sisi's face on it. He is now so popular that many people are asking whether he is poised to become the Arab world's next military strongman. حتى أن بعض المعارضين لهذه المرحلة اعترفوا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية لا مثيل لها داخل مصر. Well, General Abdel Fattah al-Sisi is certainly one of the more charismatic personalities that's emerged in this time. General Sisi is very concerned with maintaining law and order, and I think this is the norm, this is the framework that he's setting up for Egypt in the coming future. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. ومع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو عام 2014 لقيادة البلاد، بدأت التحليلات تشكك في إمكانية إنقاذ مصر بعد سنوات من عدم الاستقرار. عبد الفتاح السيسي will be the next president of Egypt. So the question now is, where is he going to take the country? And what can we glean from the statements that he makes during the campaign about that? كانت الأسئلة في محلها، ولكن لم تكن الشكوك كذلك. ورث الرئيس السيسي دولة على شفا الانهيار، واقتصادا في أزمة، ومجتمعا محبط يعاني من انعدام الأمن العام وعدم الاستقرار السياسي. The political fighting of the last two years has left the country economically adrift. At a time when it desperately needs leadership to address its pressing economic challenges. Tourism, one of the country's primary sources of foreign exchange, has suffered considerably during the past two years. Foreign exchange reserves have fallen from over $40 billion at the time of the revolution to less than $15 billion today. The Egyptian pound has lost nearly 20% of its value, and the country faces rising unemployment and energy and food shortages. في تلك الأثناء لم يعتقد الكثيرون أن مصر قادرة على التغلب على هذه المحنة وتحقيق النهضة الشاملة كما فعلت. داخلياً عمل الرئيس السيسي على التغلب على العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية، وعمل على إصلاح الاقتصاد كخطوة البداية من أجل استرجاع الاستقرار وإعادة بناء الدولة. الحكاية حكاية كبيرة جداً، مش هتتحل إلا بإرادة المصريين والعمل 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 والصبر. So in the summer of 2013, the people of Egypt again took to the streets to protest the barely year-old government, setting in motion the rise of the well-known military commander General al-Sisi. After another year of transition and interim government, the country held its second presidential election in two years, electing the long-respected general. For many, the election of President Sisi represented a return to normalcy. The Sisi government seemed to understand the need to return economic investment to Egypt and to strengthen the country's regional ties. تبنت مصر برامج اقتصادية طويلة الأجل توفر إصلاحات هيكلية حاسمة لمعالجة المشاكل الجذرية للاقتصاد. كما بدأت مصر في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المشاريع الوطنية العملاقة، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية
والنقل والطاقة، وتوالت المشاريع القومية الضخمة. افتتح الرئيس قناة السويس الجديدة. تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والسكة الحديدية ووضع الموانئ المصرية على الخريطة العالمية، وأطلقت الدولة ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع. بدأت مصر في إنشاء المدن الجديدة الذكية. كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها عشرات المليارات، وأطلقت الدولة مشروعاً لإحياء الريف المصري 1.5 مليون فدان. ونجحت مصر في إنهاء مشروعات بتكلفة قدرت بـ30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي. كما تم إنشاء أكثر من 3000 مدرسة، وإطلاق منظومة شاملة لإصلاح التعليم، وتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وتنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق المبادرات، من ضمنها تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة. وتم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25,000 ميجاوات. وشهد قطاع الطاقة طفرة واسعة مع افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز وإطلاق العديد من عمليات التنقيب، وعلى النقيض من الشكوك التي كانت تحيط بمستقبل مصر، بدأت الشهادات الدولية في التدفق حول نجاح القيادة المصرية. I think many of us recognize the strategic importance of Egypt and the role that it plays in the greater Middle East. And we can all understand the challenges that Egypt has faced since 2011, particularly in respect to security, both national security and economic security. President Sisi has had a very difficult task in implementing some IMF mandated reforms, and we've seen some positive signs as he makes progress, particularly with reductions in food and fuel subsidies. There are signs that economic growth is on pace for its highest since 2008, and Egypt may even have a budget surplus this year. Egypt has begun to commercialize its natural gas resources. Let's see the implementation of all of this. I'm confident with this economic team in place here in Egypt, there's a very, very good chance this time that the country will take the next step forward. أنا بشوف إنه الرئيس السيسي هذا يعني أكثر شيء عم يركز عليه هو هذا الشيء بالتطوير. اليوم أنا بس لما إجي على مصر غير ما كنت إجي من سنتين ولا ثلاثة، وهذا الشيء بيرفع الرأس. وتحت عنوان الرئيس السيسي يضع مصر على قدميها، كتب مركز NESA، وهو المركز الإقليمي لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يركز على تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأدنى وجنوب آسيا، كتب: يحافظ الاقتصاد المصري على نمو اقتصادي إيجابي على الرغم من وباء كوفيد-19، وتركز رؤية التنمية الاقتصادية في مصر ليس فقط على النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً على العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين الأكثر حرمانا. In spite of the COVID-19 pandemic, the construction and infrastructure sectors look set to remain buoyant, especially given the ongoing development of the new administrative capital and the expansion of industrial zones across the country. In Egypt, we're finally seeing some positive economic signs after years of being on what seemed to be the edge of a crisis. Foreign direct investment is increasing, investors are buying Egyptian bonds, and the foreign currency shortage has abated. With difficult austerity measures already in place, it is critical that President Sisi continue to make the hard decisions necessary for long-term growth. Your Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a privilege to join the launch of Egypt's 2021 Human Development Report, or as we call it, HDR. Egypt is notable for being amongst the earliest adopters of the human development concept.
It is a concept that is centered on expanding the richness of human life rather than simply the richness of the economy in which human beings live. And it is an approach focused on people and developing their opportunities and choices. وقد أشار تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021 أن مصر تقدمت نحو الإصلاح الشامل وأعطت الأولوية للنهوض بالاقتصاد كمحرك رئيسي للتنمية، وضعت المصريين في قلب عملية التنمية في نفس الوقت. أدى ذلك إلى الحفاظ على مكاسب التنمية لجميع المصريين خلال عقد شهد تغيرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. اختار الرئيس السيسي مسار الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ البلاد، حتى ولو كان هذا الاختيار على حساب شعبيته، لكنه كان دائماً يراهن على صبر ووعي الشعب المصري الذي لم ولن يخذله يوماً. على صعيد الأمن، نجح الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار من جديد. مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل. وأنا بقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين وواثقين في أن المعركة اللي أنتوا تخوضوها هي أنبل وأشرف معركة على الإطلاق. وكانت الاستراتيجية الأمنية لمصر محل تقدير وثناء. Yesterday, I sat down with President el-Sisi to talk about how his country is helping to fight radical Islamic terrorism and much more. I think you'll find this interesting. Watch this. Mr. President, it's a great honor to have you. Welcome to the United States. It's a pleasure to me. Thank you very much. Thank you. You took one of the more courageous stands I'd ever seen on the world stage as it relates to radical Islam. So whatever we are doing when we're talking about Egypt, let's understand we're talking about people who are fighting forces that would murder them and create a caliphate that would be allied with terrorists. In fact, if President el-Sisi and his efforts are defeated, you could expect a collapse of resistance to this radical Islamic terrorist movement that threatens the world. Any person who is in that position with the challenges that he or she would have, I would commend them. The set of challenges that he has to do to really help his country are unbelievable. And the main thing that he's trying to do is bring back stability to Egypt. We need Egypt. Egypt is the linchpin of the Middle East. I have supported and I continue to support the Sisi government and the president's commitment to fighting terror and keeping peace in the region. That President el-Sisi and his democratic allies and the moderate Muslim community there are under attack by the very same terrorists that would again create a caliphate and threaten the entire world. We have faced this terrorism here. We have faced it in Orlando. We have faced it in San Bernardino. We have faced it in the Boston Marathon. This radical Islamic terrorism threat to the world is something that we need to recognize, and we need to recognize that people like President el-Sisi and the good people of Egypt are on the front lines, and we need to back them as much as we can so that we can, so because we know if they lose, we lose. ويعد قرار الرئيس الأخير بإلغاء مد حالة الطوارئ بمثابة أكبر دليل على أن مصر نجحت في استعادة الأمن، وهو القرار الذي أثنى عليه العالم. وعلى نحو متوازن لمواجهة الإرهاب، تبنى الرئيس السيسي استراتيجية تدعو إلى التسامح الديني. وعملت الدولة على تعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة وأحد أعمدة الأمن القومي.
وخلال السنوات الماضية تجاوز عدد المساجد التي تم بناؤها خلال عهد الرئيس السيسي 1200 مسجد، كما تم إحلال وتجديد 8133 مسجد بتكلفة تعدت 6 مليارات جنيه، كما شهد إنشاء وترميم الكنائس طفرة في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020 بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التي استمرت عقوداً، وتوجت هذه الجهود ببناء أكبر كنيسة وكاتدرائية في مصر والشرق الأوسط، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح. The building is a gift to the church from Egypt's president El-Sisi. He commissioned the construction of the cathedral in 2017 to be part of the new administrative capital outside of Cairo. And he said he wanted the church, the new church, to be a message of peace and love to the world. افتتاح الكاتدرائية النهاردة ده رسالة كبيرة قوي من مصر، مش بس للمصريين، لا ولا حتى للمنطقة، ده للعالم كله، رسالة سلام ورسالة محبة. Well, I give full credit to President El-Sisi for his work to promote religious tolerance and support for Egyptian Copts. I believe there's much more that can be done to ensure that the president's message trickles down and is implemented by his government's educational, cultural, and provincial officials. I think what we've seen here is historic. I really think it's a game changer that a Sunni Arab Muslim president of the world's largest Arab country has built a church, the largest in the Middle East, and given as a gift to the Christians of Egypt. We've never seen anything like it in all of history. And I think President Sisi is sending a message not just to his own people, but to all Muslims. Muslims and Christians can live in unity and coexistence. That's an extraordinary development. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، التزم الرئيس السيسي بإعادة تأكيد مكانة مصر. ونجحت مصر بالفعل في تأسيس علاقات أوثق وأكثر واقعية مع مختلف الفاعلين الإقليميين والعالميين. وفي هذا السياق كتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في أكتوبر عام 2021 في ورقة بحثية عن عودة مصر القوية إلى المشهد الدولي، كتب: مصر عادت. هذه هي الرسالة التي يرغب مسؤول السياسة الخارجية المصريين في إرسالها إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم. لقد دفعت الديناميكيات الإقليمية المتغيرة مصر إلى تبني سياسة خارجية أكثر نشاطاً، وبدأت حكومتها تشعر بمزيد من الثقة في الوطن، وتتولى أدواراً ومسؤوليات جديدة، وتستثمر في أشكال جديدة من التوافق الإقليمي. مارست مصر سياسة خارجية متوازنة ومسؤولة لمعالجة كل القضايا الإقليمية، وتبنى الرئيس السيسي استراتيجية عربية تستهدف في المقام الأول تحقيق الاستقرار في المنطقة والدفع بالعالم العربي نحو مزيد من التقدم والتنمية. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. فخامة الرئيس، العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية. مصر كان لها موقعا متميزا في قلب المؤسس رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان، كان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي. فشعب الإمارات ومصر يرتبطان بأواصر قوية من المحبة والأخوة. فخامة الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لا وجود للأمة العربية بدون مصر. ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية. الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر
في أي محفل دولي سيكون موقفنا. وأقدم التحية لمصر الشقيقة ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحقق خلال فترة ترأس مصر للاتحاد الإفريقي العام الماضي. نجحت مصر في استعادة مكانتها في العالم العربي، ولم يقتصر الأمر فقط على المستوى السياسي والدبلوماسي، حيث ترددت أصداء الأصوات الداعمة للقيادة المصرية في الشارع العربي وكذلك الدولي. عزيمة مصر ما تقبل دخيل جهة يذوب ذوبان الجليد. سيسي مصر على الهمة يشيل عليها يشور بالراي السديد. كل احترام للسيسي ولكل أبناء شعبنا المصري الحبيب. كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإحنا من غزة كلنا فتى مصر وعيون أهل مصر، وإحنا إن شاء الله بكل الثوابت مصريين مصريين مصريين. Bon alors à propos de la venue du président sicilien en France, je pense que c'est bien qu'il puisse être accueilli par le président français et que ça puisse mettre un climat d'entente et arrêter un petit peu les conflits internationaux. Et puis à propos de la Légion d'honneur remise par le président Macron au président égyptien, je pense que c'est une bonne idée aussi. قام بالدور اللي التاريخ فرضه عليه. مشكور جدا عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الملهم، وحكومته الرشيدة وشعب مصر العريق. كل التحية والتقدير من غزة إلى الرئيس القائد البطل عبد الفتاح السيسي. La visite du maréchal al-Sisi à Paris est une bonne chose. Elle confirme les bonnes relations entre la France et l'Égypte. وتحركت مصر بقيادة الرئيس السيسي لإعادة بناء الدور المصري الريادي في القارة الإفريقية. القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائنا على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. وحرصت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقوية علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية بعد سنوات من التباعد والجمود، لتستعيد مصر مكانتها كدولة رائدة في محيطها القاري. كانت القاهرة وجهة أساسية لكل الحركات الإفريقية الساعية للاستقلال والتحرر الوطني من الاستعمار. وكتبت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن في إطار تحديث نهج الولايات المتحدة مع القارة الإفريقية، تحتاج إدارة الرئيس جو بايدن إلى تحديد الأولويات والمشاركة بنشاط مع العمالقة الإقليميين وعلى رأسهم مصر. ولكن كلما يضيق النفس على مصر يرسل الرحمن إلى مصر إنسان ليفتح الآفاق، وأنا أقول يرسل إنسان إلى مصر ليفتح الآفاق، وهو عبد الفتاح فتاح إفريقيا. C'est grâce à votre courage politique et à votre habileté diplomatique que l'Égypte a réussi à rétablir la paix, la sécurité et restaurer la démocratie. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب لفخامته عن أصدق مشاعر الود والتقدير التي يكنها الشعب الجيبوتي له شخصيا ولبلده الشقيق شعبه الكريم. I regard him as a freedom fighter. في الواقع فإنني أنظر إليه كمحارب ومقاتل للحرية، ولكن بالنسبة لي جمال عبد الناصر. أنا بالنسبة أيضا هو بالنسبة لي مثل جمال عبد الناصر الذي أنقذ مصر أيضا. وفي منطقة البحر المتوسط، اتفقت مصر واليونان وقبرص في أكتوبر عام 2018 على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. أتت هذه الخطوة لتؤكد على مكانة مصر في تلك المنطقة الاستراتيجية، وحرص الرئيس السيسي على أن يكون شرق المتوسط
مركزاً لإطلاق عمليات التنمية والتعاون الدولي المشترك، وليس سبباً في إثارة التوترات والنزاعات الدولية. في هذا السياق كتب سايمون هندرسون الزميل في برنامج الزمالة بيكر ومدير برنامج سياسات الخليج والطاقة بمعهد واشنطن، كتب: تحت حكم السيسي مصر هي اللاعب المهيمن في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط. مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما للاستقرار في المنطقة وفي مجالات عدة مثل موضوع الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وموضوع الهجرة. أعبر عن سعادتي أنني اجتمعت مرة أخرى مع الصديق العزيز السيد عبد الفتاح السيسي. herhangi bir uluslararası ilişkilerde okuyan öğrenciye sorsanız Orta Doğu'da hangi devletler önemlidir diye, daha birinci sınıf öğrencisi, hatta lise öğrencisine sorsanız Mısır'ı söyler, çok önemlidir. على صعيد المشهد الدولي صنعت مصر تحالفات مع كبرى الدول، وأكد الرئيس المصري على أن مصر لاعبا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه. مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، ولقد طويل وخاصة، وتلعب مصر اليوم دورا هاما في كل المنطقة. Подчеркну, отношения наших государств имеют богатую историю, носят дружественный и взаимовыгодный характер. Nos échanges réguliers illustrent la qualité du partenariat stratégique qui lie nos deux pays et la longue séquence de travail que nous avons eue ce matin a permis aussi de l'approfondir. Nous. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. Excellency, you are a man of many achievements, both at home and abroad. 1.25 billion people of India are happy to see you here. إن هدف رئيسي من أهداف زيارتي هذه لمصر هو مواصلة التخطيط مستقبل العلاقات بين البلدين مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعميق التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد. ولا يزال العالم يتابع ويرصد إنجازاً لم يتوقعه أحد، إنجازاً صنعه قائد وطني وشعب مخلص.